نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين، يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثانية المملكة العربية السعودية، بالمشاركة في أعمال اجتماع الجمعية العامة 23 من الهيئة العربية للطيران المدني. ويطيب لنا أيضا أن أتقدم بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه لرعايته الكريمة التي حظي بها هذا الاجتماع. الأمر الذي يعكس مدى دعم واهتمام المملكة بالبرامج والجهود التي تبذل في إطار العمل العربي المشترك للنهوض بصناعة النقل الجوي في العالم العربي. الأخوة والأخوات، لا يخفى عليكم أن صناعة النقل الجوي صناعة حيوية وتلعب دورا رئيسيا في اقتصاديات الدول، وتؤثر تأثيرا مباشرا أو غير مباشر في تحقيق التقدم الحضاري الذي تسعى إليه الحكومات بشعوبها، وتزداد أهميتها وتغيراتها يوما بعد يوم وبشكل متسارع. ولكن هذه الصناعة تواجه اليوم عددا من التحديات خاصة في عالمنا العربي، أخص منها ما يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني والإراحة الجوية والتشريعات والأنظمة. يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الدراسات الإحصائية إلى أن الإقبال على السفر جوا في منطقتنا العربية يشهد أعلى وأسرع معدلات النمو في العالم. كل ذلك يلقي على عاتقنا المزيد من المسؤوليات، ويفرض علينا المزيد من الجهد والعمل بشكل يتناسب مع حجم أهمية هذه الصناعة وتلك التحديات. وإننا في هذا المحفل لنؤكد على رؤية المملكة العربية السعودية لمواجهة تلك التحديات، والتي تتمثل في ضرورة العمل المشترك بين دول المنطقة ككتلة واحدة من خلال الهيئة العربية للطيران المدني، علاوة على التعاون المستمر والتنسيق مع الهيئات والاتحادات العالمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو التي ينبغي أن نعمل جميعا تحت مظلاتها. الحضور الكريم، لقد نجم عن التطورات التي شهدتها تقنية الطيران واحتياجات المسافرين منعقدا جديدا في مفاهيم خدمات النقل الجوي، حيث احتدت المنافسة في سوق النقل الجوي، فتمكنت ناقلات جوية عربية من احتلال صدارة الترتيب بين أفضل الناقلات العالمية. كل ذلك سيصب في حماية مصالح المستهلكين وفي مقدمتهم المسافرين، وسيدفع بنمو صناعة النقل الجوي العالمي بشكل متوازن ومضمن لأغلب دول العالم. وعندما نتحدث عن المنافسة، أرى أهمية الإشارة إلى رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية، وهي رؤية شمولية استراتيجية من أهدافها تحقيق وتعزيز المنافسة العادلة والدفع نحو خصخصة القطاعات والمرافق